سكول دروس خصوصية مجانية للجميع. مرحبا بكم جميعا في ريسكول. اسمي فدوى وأنا مدربتكم في دروس الدعم. أشكر شريكنا تلفزة تي في على دعمه في إنجاز هذه الكبسولة. قبل الشروع في الدرس سوف أقدم لكم بعض النصائح المهمة. لا تترددوا في التوقف وأخذ الوقت الكافي لفهم الكبسولة. لا تترددوا في العودة والاستماع إلى ما قلته. خذوا كل وقتكم للاستيعاب والتكرار بصوت عال. قوموا بالكثير من التمارين وألقوا نظرة على الكبسولة عدة مرات حسب الضرورة. هيا لنبدأ المراجعة مع تبشورة المعرفة. سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة لجمع الأعداد العشرية. لكن أولاً إليكم الملاحظة التالية: عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري جزءه العشري يساوي صفر. وبعبارة أخرى، الأعداد الصحيحة هي أعداد عشرية لأنه يمكن كتابتها بفاصلة مطبوعة بصفر واحد أو أكثر. مثال: 55 يمكن كتابتها 55.0 أو 55.00. هل نحن مستعدون؟ دعونا نبدأ بالتمرين الأول: جمع عدد عشري مع عدد صحيح طبيعي. 752.33 مع 220. نبدأ بكتابة العملية وفقاً للوضع العمودي بحيث تكون الفاصلة تحت الفاصلة، ولا ننسى تحويل العدد الصحيح إلى عدد عشري، أي أن 220 تصبح 220.00. إذا كنتم تتقنون عملية الجمع في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، فلن تجدوا صعوبة في جمع الأعداد العشرية. مثل الأعداد الصحيحة الطبيعية، نبدأ بعملية الجمع انطلاقاً من اليمين. نقوم بجمع 3 مع 0 ثم 3 مع 0، ثم نقوم بإنزال الفاصلة ونواصل جمع الأعداد المتبقية: 2 مع 0، 5 مع 2، 7 مع 2، فنتحصل بالتالي على النتيجة 972.33. نلاحظ أننا نستطيع القيام بعملية الجمع مباشرة وكأنها أعداد صحيحة طبيعية، ولكن حذري أن ننسى وضع الفاصلة تحت الفواصل الأخرى في النتيجة. أحسنتم! تلفزة تي في تشجعكم وتدعوكم للمزيد من العمل. نمر إلى التمرين التالي: جمع عددين عشريين. 5.91 مع 6.2. نكتب العملية وفقاً للوضع العمودي. نضيف 0 على يمين العدد 6.2 كي نحافظ على نفس عدد أرقام الجزء العشري في العددين. وكما فعلنا سابقاً، نقوم بجمع الأرقام التي تنتمي إلى نفس المرتبة. 1 مع 0 يساوي 1، 9 مع 2 يساوي 11. نكتب 1 ونضيف 1 إلى الأحد. نضع الفاصلة تحت الفاصلة ونواصل عملية الجمع. 1 مع 5 مع 6 يساوي 12، فنتحصل على النتيجة التالية: 12.11. أنا فخورة بكم. إنها ليست صعبة، أليس كذلك؟ إليكم إذن المراحل التي سنتبعها لجمع عدد عشري مع عدد عشري أو مع عدد صحيح طبيعي. أكتب العملية عمودياً. أضع الجزء العشري تحت الجزء العشري.
أضع الفاصلة تحت الفاصلة. أضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح. أقوم بعملية الجمع وكأنها أعداد صحيحة طبيعية. في النتيجة لا أنسى أن أضع الفاصلة تحت الفواصل الأخرى. أولاً نكتب العملية وفقاً للوضع العمودي، أي أن نضع الوحدات التي تنتمي إلى نفس المرتبة في واد واحد. بمعنى آخر، نضع الفاصلة تحت الفاصلة، وبذلك يكون الجزء العشري تحت الجزء العشري، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح. ثم نقوم بجمع الجزء العشري الأول مع الجزء العشري الثاني، ونقوم بإنزال الفاصلة، وأخيراً نقوم بجمع الجزء الصحيح الأول مع الجزء الصحيح الثاني. لا ننسى أنه كلما تغيبت وحدة إلا وعوضت بصفر حتى يتم جمع الوحدات التي هي من نفس المرتبة. أما بالنسبة للأعداد الصحيحة الطبيعية فيجب وضع فاصلة وإضافة أصفار حتى نتحصل على نفس عدد الأرقام على يمين الفاصلة في كل الأعداد التي سيتم جمعها. أحسنتم! تلفزة تي في تشجعكم وتدعوكم للمزيد من العمل. نمر الآن إلى التطبيق. يمثل الشكل التالي تصميماً لمنزل. ألف ب ج د تمثل زوايا الغرفة. ألف ب هو طول الجدار الرابط بين ألف وب. أحسب محيط هذه القطعة. لا تنسوا أن المحيط يساوي مجموع أبعاد القطعة. كما رأينا سابقاً نقوم بعملية جمع الأعداد فنتحصل على النتيجة التالية 4.60 مع 3.60 مع 3.75 مع 3.50 تساوي 15.45. إليكم بعض التمارين التي يجب القيام بها بمفردكم مع الأصدقاء مع العائلة أو مع مدرسكم، وستجدون الإجابات في الكبسولة التالية بعنوان عملية الطرح في مجموعة الأعداد العشرية. أحسنتم! أنا فخورة بكم، والآن أقوم بتمرير تبشورة المعرفة إلى المراجعة التالية. نشكر مرة أخرى شريكنا تلفزة تي في على دعمه في إنجاح الدروس الخصوصية ريسكول. أتمنى لكم يوما سعيدا في المدرسة. اعملوا جيدا في الفصل، انتبهوا للدرس واستمعوا إلى معلمكم، فهذا هو سر النجاح. ريسكول دروس خصوصية مجانية للجميع.